السلام عليكم. لم ينعم سكان جنوب السودان منذ انفصالهم عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011 بالأمن ولا بالاستقرار ولا حتى بالأمن الغذائي. في جديد الوضع الإنساني في هذه الدولة الوليدة، حذرت ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، من احتمال مواجهة 7 ملايين شخص في جنوب السودان نقصا حادا في الغذاء خلال الأشهر المقبلة ما لم تتم تدخلات إنسانية عاجلة. ويؤكد بيان المنظمة الثلاث أن ذلك الرقم سيكون أعلى معدل وصلت إليه البلاد من حيث عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة في جنوب السودان، موضحة أن الفترة من ماي إلى يوليوز المقبلين ستكون الأكثر خطورة لنحو 155 ألفا بينهم 29 ألف طفل قد يكونون عرضة للمجاعة. وتفيد المنظمة الأممية أيضا أن هناك زيادة بمعدل 40% في عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا حادا في الغذاء حتى قبل دخول موسم الجفاف، محذرة من أن الوضع هش للغاية. ونشير أو تشير نفس المعطيات إلى أن 5.3 ملايين أي 48% من السكان يعيشون بالفعل أزمة أو وضعا طارئا، وهما المرحلتان الثالثة والرابعة على مقياس مكون من 5 نقاط. وفي حال عدم حصولهم على مساعدات سيتعرض أزيد من 1,300,000 طفل تحت سن 5 لخطر سوء التغذية الشديد بدءا من ماي المقبل. ويأتي التقرير الأممي بعد مرور عام على إعلان المجاعة في جنوب السودان في فبراير من العام الماضي، لتصبح بذلك أول دولة تعلن فيها المجاعة منذ 6 أعوام، وهي المجاعة التي طالت 100,000 شخص. العديد من العوامل ساهمت في تدهور الأمن الغذائي بجنوب السودان البلد الغني بالنفط في شرق إفريقيا. فقد أدت الحرب الأهلية المندلعة في البلاد عام 2013 إلى منع السكان من الاستقرار ومواصلة العمل في مزارعهم، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير. وقد أدى تزايد حدة المعارك صيف 2016 إلى تدمير زراعات في مناطق مهمة كالمنطقة الاستوائية وسط عدم انتظام هطول الأمطار، وإلى الحيلولة دون وصول قوافل الإغاثة التابعة للمنظمة الإنسانية إلى العديد من المتضررين، هذا إلى جانب عاملي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعثر الاقتصاد. وللإشارة فإن الحرب الأهلية في جنوب السودان بدأت بين أنصار الرئيس سيلفا كير من عرقية دانكا وأنصار نائبه السابق وخصمه السياسي الحالي ريك ماشار من عرقية نوير، قبل أن تتسع لتشمل مجموعات عرقية أخرى، وهو ما أسفر عن مقتل أزيد من 50,000 شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين شخص من أصل 12 مليون نسمة، وهو العدد الإجمالي لعدد السكان. والنتيجة كانت نشوء أكبر أزمة لاجئين في إفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. شكرا على حسن المتابعة.